ان شاء الله يا كابتن سيد باذن الله يكون من نصيب النادي الاهلي. كان عندنا النهارده اكثر من فرصه ان احنا نحقق، لكن ان شاء الله عندنا امل كبير في حضور الجماهير ان شاء الله في استاد السلام تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. مع الله كمان عدد من اللاعبين. طيب بعد ما سمعنا كابتن المدير الفني للنادي الاهلي وكلماته ورايه كمان في اللقاء، خليني اقول لكم ان سعد سمير هي شد في العضله الخلفيه، وجهه نظري الشخصيه ان صعب يلحق شد في العضله الخلفيه ويخرج على اثرها من الملعب، صعب يلحق بعد اسبوع، صعب. يعني اتمنى ان هو يلحق طبعا وكل حاجه، لكن بالخبرات كده صعب. لكن وليد سليمان هي كدمه في الفخذ، فما فيهاش مشكله ان شاء الله يوم ولا اتنين وتلاقي الدنيا بقت كويس. فننتظر عمرو السوليه برضه، عمرو السوليه كان اصابته بيقولوا 3 اسابيع او 4 اسابيع برضه ممكن ما يلحقش. ايا كان بقى يلحق عمرو السوليه تبقى خير وبركه، لحق سعد سمير خير وبركه، ما لحقش نجيب مجهود وهشام محمد كمان من احسن مبارياته النهارده هشام محمد. كابتن حمد